إلى ذلك قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن ألمانيا تقف مع إسبانيا في عزمها على مواجهة الإرهاب ودحره، مؤكدة أن الإرهاب لن ينال من عزيمة الدول. نحن نقف مع إسبانيا في عزمها على ألا تدع الهجمات الإرهابية تحول دون أن يحيا الناس حياتهم. ربما يبتلينا الإرهاب بساعات مريرة بالغة الحزن مثل ما حدث في إسبانيا، لكنه لن يمكنه أن يهزمنا أبدا. وأود أن أؤكد أن برشلونة بالتحديد هي رمز للتسامح والجمال والتعايش السلمي بين ذوي الثقافات المختلفة.